معك كل مرة نستهل مواضيع الاجتماعية والتي تهمكم، واليوم سنتطرق إلى موضوع مهم جدا. كلامش يا قسح، باش نورولو باللي المخدرات وين رايحة تديك. هناك العديد من الإدارات يقومون باستعمال البيروقراطية. هاو مازال ما سنياش، هاو مازال ما جاش، هاي خاصة آلي في يعني في النقبة تاعك، عاود الملف راح يطردك الإنسان هذا، ما يقدرش يشد امبوسيبل يشد. والتحديات من بينها ظاهرة الطلاق. الأمهات شياطين. أنا نقولها للجزائريين أن الأمهات شياطين. وليدها غير يتزوج تخرب له بيته. رجولة هذا غير روح يربي روحه في البحر. ما كانش رجولة. رجولة وراهي. نهار تقول اليوم نقرر ونعاهد ربي ونعاهد نفسي ونعاهد أمولية اليوم نحبس. لا حبوا يحلوا جمعية وطنية لازم يديروا يكونوا بليتو 25. أنتم شبابنا الأعزاء نرجو منكم الابتعاد عن هذه الآفة الفتاكة التي سوف تحطم مستقبلكم وتضيع حياتكم، فأولياؤكم أغلى من كل شيء.